بطبيعة الحال تابعنا مهرجان الصحراء الحلوين والسينما اللي كانت في البريتوريا في هذ اليومين الأخيرين، واللي كانت تستدعي يمكن ثلاثة ولا أربعة الملاحظات. المرحلة الأولى، هذه ماشي المرة الأولى اللي جنوب إفريقيا كتمشي في هذ الطريقة. هذا من 2005 وجنوب إفريقيا كتحاول أنها تاخذ هذه المواقف السلبية، المواقف اللي يعني متشددة. ثانيا، هذه المواقف جنوب إفريقيا كتجي كتعبر على عجز، ما كتعبرش على قوة. لأن جنوب إفريقيا في 2005 لما اعترفت بالكيان الوهمي وتعاملت مع الميليشيا المسلحة، كانت كتظن بأن الملف غيتغير، بأن إفريقيا غتبعها، بأن العالم غادي يتبعها. شنو وقع من 2005؟ من 2005 20 دولة سحبت الاعتراف، منها 10 في إفريقيا. 7 دول في الجوار ديال جنوب إفريقيا ديال الصديق سحبوا الاعتراف. جنوب إفريقيا دخلت المجلس الأمن 3 مرات في 2005، 2007، 2011، 2019، ما غيرت والو. جنوب إفريقيا كتشوف بأن اليوم النصف ديال القرار الإفريقي، 23 دولة حلات قنصلية في الأقاليم الجنوبية، منها عدد كبير من الدول ديال المنطقة ديال هذا الجوار المباشر ديالها. جنوب إفريقيا كتشوف بأن 90 دولة اليوم كتعبر على موقف إيجابي من المبادرة الذاتية اللي قدمها في المغرب في 2007. من هاد 90 دولة 30 كاينة دولة إفريقية اللي غادا في هذا المرحلة. جنوب إفريقيا غتشوف بأن في المغرب رجع الاتحاد الإفريقي، المغرب يرأس مجلس الأمن والسلم، والاتحاد الإفريقي غادي في واحد المواقف بناء فاكيش. إذا فهاد كل هاد البهرجة وهاد الصخب هو كيعبر على عجز عن تأثير في الملف، وأن اليوم ترفع واحد نقولوا طخشو، واحد الخرقة ولا دير واحد طابيغوش، ما كيغيرش من الملف، وإنما كيعبر على عدم القدرة على التأثير فيه، وبأن إذا كان هذا الشيء اللي وقع فإنه ما كيضيفش للملف شيء. النقطة الثالثة هي أن جنوب إفريقيا اليوم بهذه التطورات اللي ذكرت هي في الجانب الخاطئ من التاريخ، لأن المسار هو مسار نحو إيجاد حل في إطار الأمم المتحدة، هو حل مبني على الشرعية الدولية، هو حل كيفرق ما بين شنو هي دولة وشنو هي ميليشيا، شنو هو عالم وشنو هي خرقة، شنو هو هذا، هو هذه اللي كتسنى الناس من دولة لما تكون عندها المصداقية. المغرب غادي يستمر يتعامل مع هذه البهرجة وهذا الصخب بنفس الطريقة، اللي هي أولا يزيد يعزل جنوب إفريقيا في هذه المواقف، بأنها إذا كانت هذه في 2005 كانت يالله 27 دولة اللي كانت ساحبة الاعتراف، اليوم راهم 37 ويزيد، وتعزل هذا المنطق اللي هو منطق معادي للشرعية الدولية ومعادي للحل ومعادي لمجهودات الأمم المتحدة. ولكن المغرب في نفس الوقت غادي يستمر باش يدافع على مصالحه ويستعمل كل الآليات اللي عنده، وحدا لأن هذا التعامل هذا هو كيسيء العلاقة الثنائية، وكيسيء كذلك اللي تبنى، خاصة لما كنشوفوا بعض في الجوانب الاقتصادية ما يمكنش شركة جنوب إفريقيا تربح فلوس في المغرب وتفرج في شنو كدير الحكومة ديالها. كنظن رسالة جلالة الملك في الخطاب ديال في خطاب 20 غشت كان واضح، هذه النظارة اللي كيشوف بها المغرب العالم، وبالتالي فالمغرب ماشي متفاجئ بما يقع، لأن هذا تعودنا عليه، تعودنا على الآثار السلبي ديال ما عنده أثر، والطريق غادا، وكل مادة اللي نجاتو التصرفات جنوب إفريقيا السابق
راه غادي تجنيه في المستقبل اللي هو لا تأثير على الملف وعلى تطوره وعلى المسار اللي واخده واللي خداته الدول اللي عندها مصداقيه. كنشوفوا اليوم بلجيكا وكنشكروا على هذا الموقف. شفنا اوروبا تقريبا واحد 10 دول اللي في غير في هذه الثلاث شهور الاخيره اللي عبرت على هذه المواقف. شفنا القاره الافريقيه، شفنا الدول العربيه، هذه الدول اللي عندها المصداقيه، ولكن غادي نتعامل مع المغرب كذلك من هذا المنطلق في المستقبل، لان لا جيتاسيون